تنطلق رحلتنا كالعادة والبداية بالزابينك آخر مسار ولا أكثر مسار من اللي مومو اللي اختاره بصديقنا رامي حلقة نهار الجمعة ولا حلقة نهار الجمعة نسمعوا الزابينك اللي حاضر رامي نرجع بعد شوية نحكيو على الأخبار مع سندريلا في البوكس نيوز إقالة وزير الداخلية رضا توفيق شرف الدين عفوا وتعويضه بوزير الداخلية الجديد ولتونس السابق نحكيو في بقية الأخبار ما قالوا الرئيس نحكيو زيد على رضي الجعادي البارح عمل التصريح فسر فيه بعض النقاط في علاقة بمسار من مشاكل مع الترجي الرياضي التونسي حاضر الزابينك يلا نسمعوا الزابينك ونرجعوا للرقم زابينك توا عزيزي المستمع اللي راف ماجور اللي ترافيهم اليوم دي كرونيكور ما شاء الله وانيماتور وكذا واصلين وتبارك الله كانوا صغار قبل اي معلومة عادية دي ما هاشتاك بديهيات اما تصدق ولا ما تصدقش اللي المراشد متاعنا سي رفيق بوشناق وما ندراك كان يعمل في الفازات تاع الصغار زادة يا حسرة انا في الورقة عملت حاجات تشبه من نوع مثلا نبدا مانيش عارف باش نحل البارتي الاخرى نتاع البروبليم اللي تبدا الصعيبة نكتب لي فورمول زعما راني محضر وكذا اما راه ما كفانيش الوقت والا كيف كيجي المعلم يلم في الاوراق وما فكليش راه وانا نعمل هكا خط طويل زعما فكلي الورقه زعما نكتب هو فكلي في مخي انا المعلم اللي يسلح كي بشير الخط هذاك باش يفهم دوك شو يقول لك هالوليد ذكي ونعطيه اسمع يا سيدك اي اسمع سي رفيق بوشناق اي هو ديجا كي تتصور رفيق كان صغير وقاعد في طاوله نتاع كلاس وكذا ويفصع وينفصع وريجيستر ما تركبش هذيك هي الدنيا اخوي اما هو كبر تو هذاك الطفل الصغير وما شاء الله ولا منشط وينصح في المستمعين خاصه المستمعين اللي دافعوا برشا على المرأة. سامي نعمل لك ملاحظه مثالش تفضل ايش بيك متحمس ياسر في الدفاع على المرأة والله برافو يا سامي والله برافو شويه سامي راك المراه اللي معناها بيزيبل الحقيقه نتاع ربي معرس سامي معرس معرس اي هنيئا لزوجتك مبروك يا مبروك ديما الراجل ما يلزموش يخبي حقيقه معناها حقيقه وما يلزموش ان دو با معناها توشي على فالور دو لا فام دون مانيير جينيرال ادو فام سامي جيتو تعرف لوكا لو احنا في البحر جيت لوكا وهز لو احنا في البحر والله ادخل علينا بالكف باترون وارتاح ولا والمشكله مع الدفاع هذا الكل سني تحب تدافع زاد شكون يعرف يقاري الكهرباء اكثر يوقف الكهرباء بسهوله يدخل ما بين والله لسنين والله لسنين هذا الهانديكاب نتاع النساء الكل في السياقه شنو انا نغزر ديما نساء يحلو باش يدخلوا كهرباء ما بين زوز كهرباء انت يا سونيا محسوبه على الرجال قلت لها في السياقه وفي كل شيء حاسبينك معانا احنا الاولاد احنا الاولاد سونيا اما كله ذا يكون عزيزي المستمع واللي جايك وماخر جمله يا غالي تصدق ولا ما تصدقش قيد يا تاريخ محمود البارودي ولا عنده برنامج وكذا وتنشيط وباش يولي منشط لا مصلي على النبي لا والمشكله وين من الحلقه الاولى طلع شي مطالب انت ان شاء الله تنجح الميسيون بالبارود وان شاء الله علاش ما تحاولش الى حلقه تلفزيونيه زاد حظ سعيد للمحمود البارودي في بالبارود اول حلقه ويحبها تلفزيونيه هادي عادي سب مطلب عند البي دي جي يقول نحب شت بي دي جي ما عنده حتى قدر اي لو ادخل اكسيونير انت في الراديو محمود وكا هو معناها من الحلقه الاولى ما زلت ما عديتيش تحب تعدي في التلفزه ما شنو هو الحماس هذا شنو هو سهلك هيك مسايبه الدنيا بسيطه عنده الدنيا ولا بسيطه في ضيعه محروس عايشين اللهم صل على النبي عليك يا محمود يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينك زابينك تحية لصديقنا رامي في الزابينك الأجواء سخونة برشا ما بين النقيب ومحمود البارودي على مشيتي في الفاصل فريمون معناها أجواء حميمية حميمية اللي وراء أنا فون في مارس أنا بري هيروزمون هما قاعدين دياغونال بعد على بعضهم معناها خلي على ربي خلي على ربي خلي أخلاقك كي محمد صلاح أبار الدبوزة اللي ضربته بها خليها كي محمد صلاح